أفتوا علماءنا من قبل إنه شراء العملة الدولار الريال الغيره بالشيك بعض العلماء قالوا ما بيجوز أصلا كان كاش ولا أجل، لكن غالب علماءنا قالوا بيجوز لكن بشروط. الشرط الأول إنه الشيك ده يكون كاش، والأفضل والأضمن يكون شنو؟ مصرفي. كاش والأفضل والأضمن يكون شنو؟ مصرفي. شيخ العثيمين قال يكون كاش، والشيخ سليمان الرحيلي قال لازم يكون مصرفي، اللي هو بيسموه عندهم بالشيك المصدق هو المصرف. ويكون قبض الشيك الكاش ده وقبض واستلام العملة الصعبة في المجلس ذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بشنو؟ بيد. فيكون هاك هاك بتاعك جيب الدولار، هاك الجنيه السوداني جيب الريال في المجلس ده. ما يقول لا ياخذ ود أخوي ود عمي مضمون، ما بيسرقني صح مضمون، لكن لو شال منك الدولار ده وبعدين العصر قال لك نتقابل في البيت على العزابة نديك الجنيه ده شنو يا جماعة؟ ضريبة. الحكاية مش مضمون ولا مضمون، حكاية انه دي بالذات لازم تكون شنو؟ يدا بيد، زي مسألة الذهب والفضة وكده وقاسوها عليه أصلا، لابد يكون يدا بيد في مجلس العقد حتى لو ضامه. دي المسألة. الليلة الموضوع اختلف، لأنه الشيك الآجل أصلا ما بيجوز تبيع بيه شنو؟ أو تشتري بيه عملة، لأنه ده بيقى بعد ده مؤجل، صح ولا ما صح؟ الليلة الموضوع اختلف، الشيك المصرفي ده ذاته اللي هو أضمن شيك في البنوك ده ذاته بقى في حكم المؤجل، صح ولا ما صح؟ لا، وهم ذاتهم عارفين الكلام ده، الناس لو اعترضوا على الكلام ده ذاته هم ذاتهم مقتنعين انه بقى في حكم المؤجل. الدليل شنو؟ الدليل اللي بقول لك سعر الدولار برا يعني بكاش قروش حب كده بكم مثلا، يقول لك 72 مثلا، ويقول لك بالشيك الكاش طبعا والمصرفي كمان ب 82 زيادة 10 جنيه في الدولار الواحد. إذا هم عارفين الشغلة دي مؤجلة، المصرفي ده عارفين انه بقى ما كاش، عشان كده الفرق بيناته في الجنيه الواحد شنو؟ في الدولار الواحد 10 جنيهات. ده أكبر دليل هم تيقنوا انه الشيك المصرفي الكاش ذاته بقى ما شنو؟ بقى ما كاش. الدليل الثاني انك لو دخلت تقدر تصرف وتطلع قروش تشيلها في شنطه ما بتطلع، صح ولا ما صح؟ خلاص، اذا بقى رجع ثاني في حكم الشيك المؤجل الذي لا يجوز ولا تجوز به بيع العمله الذي هو ربا. وانا عارف بعد ذاك طبعا في شيوخ قاعدين بس يحللوا الناس، جيب 2 مليون بحللها لك، قاعدين وقاعدين دكاتره وبروفات كمان، لكن ده الذي ندين الله سبحانه وتعالى به. وإن أفتاك الناس وأفتوك، وده أفتبه علماءنا وهو المطابق للشرع، وده الحاصل الآن في الواقع، ما بيزول يقدر ينكر إنه حتى الشيك المصرفي ذاته في النهاية بقى في حكم غير الكاش، صح ولا ما صح؟ عشان كده بقول لك ده بسعر أقل وبشيك بسعر شنو؟ أعلى، وأعلى كمان بفرق 10 جنيه في الدولار الواحد أو الريال الواحد، لأنه عارفين أنه بقى في حكم المؤجل ولا يجوز بيع العملة بالأجل، وهذا متفق عليه بين العلماء.